يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص، صاحي من النوم باين على وشي، باين على وشي. لا، صاحي من النوم باين على عيني العمور. شايفي العمور؟ عاملين ايه؟ بص بقى، النهارده اليوم بتاعنا بقى ايه، نص ضاع في النوم والنص التاني هنظبط يومنا. والاول حابه اشكركم على الفيديو اللي فات وعلى دعمكم، وعلى الناس اللي دعمتني على ليها شكرا ديت على راسي من فوق، تسلموا لي. بص بقى، النهارده هنعمل بقى ايه، حاجات كتير. بس تعملوا لايك واشتراك، وكل حد بيدعمني بلايك او على ميزه التشكرات او اي او بتعليق او بيتفرج على الفيديو للاخر على راسي من فوق، كلكم طيبين. ده بس هنعمل ايه، وده اليوم بتاعي. الناس اللي هتقعد تقول لي انت ايه اللي بتعمليه مش عارف، والله ده يومي. عايزين تتفرجوا عليه اتفرجوا، مش عايزين براحتكم. يعني اعمل لكم ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هو بعد ما كان برد رجع الحرارة تاني. نعم، تعالي. مش هقول لك تاني. البيت ده بتاع مورقين من ايام ما كان عندها سنة. عشان هاجي اعطيك دلوقتي. شوف شو عمل لايك. الناس اللي بتتفرج ما بتعملش لايك دي، عارفه اني عايزه اخنقها. واللي بيكتبوا تعليقات رخمة بقى مش عايزة اخنقهم، يعني عايزة كده احطهم في اكياس. احطهم في اكياس كده. الناس اللي بتكتب تعليقات بتضايقني، ها دي عايزة احطها في اكياس، مش الناس التانية. ولا يديني. انا شايفاكي على فكره يا ماما، انا شايفاكي. قلت بقى مش ده، بعد كده اعمل الاوضه الثانيه اظبط فيها الحاجه، عشان كنت نايمه نص اليوم ده ومعملش حاجه. بسرعة بعد كده هنكمل جوه. اعملي حاجة يا ماما خبطتيني. ماشي هعمل لك. حاضر. دي مش انت اللي قطعتيها؟ اه. طب لما انت قطعتيها انا هقفلها ازاي؟ شايفين؟ شايفين الناس اللي معاها عيال صغيره وربنا بتعاني معاناه؟ دي بنتي. بقول كل يوم امتى مولاي دي هتكبر؟ يا دي افلام
انا زعلانه منك وهم مش عايزين يكلموك على فكره. يكلموك؟ زعلان منك. خشي زعلانه مني. ما تزعلي. ما زعلان مني. ما تزعلي. هي زعلانه مني. مزعلانه؟ اه. ازعلي. لا. انا مش مزعلي. ازعلي، انا عايزاكي تزعلي مني. لا. انا عايزاكي ما تتكلميش معايا اصلا. عديني يا ماما. دي بطانية مين دي؟ عديني. بطانية مين دي؟ دي بطة. بتاعت مين يعني؟ ده بتاع مستها بتاع. بتاعت مهرة. دي مهرة. بتاعت مين؟ ده بتاع ماما. بتاع ماما. ده بتاعت أنا. سامعين أنا زعلانة منك. لا أنا أحبك. أنا آسف. سامعين يا جدعان؟ بتقولي إيه؟ أنا آسف. أنا هخش السجن. سامعين بتقولي إيه؟ بتقولي أنا آسف. تعالي أعملك، تعالي أعملك شعرك. طيب تعالي. ماشي. استنى اظبط لها شعرها وتشوفوها. شلت بقى الحاجات اللي كانت هنا، حطيتها هنا لأن مهرائيل ممكن تقف عليها وتقع. أنا جبت مكانها المروحة. تعالي يلا انزلي. أنا خايفة. خايفة ليه؟ خايفة. انزلي يلا. انزلي. طب انزلي. انزلي بقى روحي يلا. لا انا عمرك ما عرفتي الشباك مفتوح وطالعه تركبي عشان تقعي؟ طيب فتصلي عليك. بحبها. بصي انا خايفه. خايفه؟ خايفه على الصوره. طب تعالي قول لهم حطوا لايك. كلميهم وهم بيسالوا عليكي. لا انا لا لا تقعي. هتقعي. لا لا انزلي لو سمحت. الاوضه دي كانت متكركبه بطريقه وكانت متوسخه، فقلت النهارده اقوم اعملها كده. كل يوم بنام متاخره واقوم متاخره ونص اليوم بيضيع، وبالاغلب دلوقتي مش بعرف حاجه. وده حمص. وده دي حاجات كنت انا غسلاها وقلت احطها مكانها تاني في العلب بتاعتها وكده، فانا ما حطيتهاش. خدي يا مهر تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي. مين هيروق معايا يا مهرة؟ انا. انتي؟ اه. هتعملي معايا حاجة؟ اوعى عشان التراب ووشك. اوعى عشان التراب. الصوت ده اوعي. طيب بعد العيد هوديها حضانة عشان تتأقلم مع الحضانة لأن هي بقت تعرف تتكلم دلوقتي. بقينا عارفين كل حاجة وبقينا نعرف ننزل ونطلع. تعملي ايه؟ نعم. بص بقى رحت عشان نفضت المشايات. ايه ده؟ شويه. انت اللي كنت مضيعاها؟ طيب ادي تلاقيتيها اهو. اوعي بقى. اوعي. مين اللي موسخ الحاجات دي ومبهدل الدنيا كده؟ فتره. اوعي بقى. ايوه انت اللي موسخه الحاجه. لا وانا مين؟ شايفين طلع صريحه زي امها. تقول لكم انا اللي وسخت. انا اللي عملت. انا عملت. انا تعالى بقى ننضف الدنيا بره. لا لا. ليه كده؟ انا عامل حاجه. تعالى بقى نشوف الدنيا بره متلخبطه ازاي ومتبهدله. انا عايزه. بصوا بقى اهدي وروحي هناك. لا
الدنيا ورا منظرها مش لطيف، فانا مظبطه الكازي من وراها لفوق. خليكي عندك الميه فيها صابون، هتقع. بعدي عني، بعدي عني. لا 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 لا، فقلت بعد ما تنسى كده هنفض المشايات صح، عشان احس ان هي بقت حلوه بجد، بقت حلوه. لا انا مش هكلمك تاني، لا انا عايز تعديني. ده انا اصلا مش عديكي، وانا اصلا زعلانه منك. بصي صابون، انا عايزه اجازه، عايزه اقول كده ما اغسلش المواعين، ما اعملش اكل، ما اروقش. روحي روحي هناك موبايل. ايوه نجيب من الارض بقى على السرير ونبهدل الدنيا. يا لهوي صابون، اه صابون. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، وما غلسناش على الناس اللي قاعده بتتفرج علينا، اللي هي مش عايزه تشوفنا ديت. واخدين بالكم؟ انا عارفه ان في ناس هتقولي ايه الغلاسه دي ومش عارفه ايه والكلام ده اللي انا عماله ابلك فيهم. انت رايحه فين؟ تقعي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجب الناس اللي بتحبنا، ما تنسوش تعملوا لايك. مورا يقول لهم باي، سيبك من بقك. بقك؟ اه قول لهم باي. باي.